السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي، ومرحبا بكم معي في فيديو جديد، ومرحبا بكم معي في وصفة جديدة من وصفات مطبخ الشيف حليمة. يوم إن شاء الله غادي نقدم لكم رول أو حلوة لبلا جينواز بلا فرن، اللي كتجي أكثر من رائعة، لا في المنظر ديالها لا في المذاق ديالها. صراحة في واحد مكونات اللي بسيطة بسيطة بزاف، اللي كتكون متوفرة في كل بيت، وما غاديش تغرق لكم الوقت كتير، والمذاق ديالها ولا اروع. تقدموها للضيوف ديالكم، العائله ديالكم، راه ما كتستغرقش البنات او الاخوات الوقت كتير. كنتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم، بقاو معايا حتى الاخر الفيديو وفرجه ممتعه. وما تنساوش البنات خليوا لي اللايكات ديالكم، التشجيعات ديالكم، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم، ودائما راكم منوريني، ودائما بارطاجي الوصفات مع الاصدقاء ومع الاحباب. بالنسبه للمكونات كنحتاجو هنايا لتر من الحليب، او كتقدروا كتعملوا هذا 700 ملي من الحليب. وبالنسبه للكريم غادي نحتاج كريم، هذا الكريمه السائله 300 ملي من الكريمه السائله. البنات اللي كيسقسيوني هنا على الماركه اللي كندير، انا كنستعمل البنات هذه بروفيسيونال كريم، يعني هذه الماركه الصراحه زوينه بزاف، غير استعملوها كتنجح لكم، يعني كتوقف مزيان، يعني غير دائما الكريمه السائله خاصها تكون بارده وصافي، وكتطربوها باش كتحصلوا على واحد الكريم اللي كتكون قابطه راسها. هنايا عندي واحد الكوب ديال العنبه ديال الدقيق، كوب ديال العنبه، وهنا عندي كوب ديال السكر، حتى هو راه المقياس ديال، عندي هذا الكوب بحال المقياس ديال العنبه. وهنا كنحتاجوا بالنسبه للشوكولا، عندي 80 غرام بالشوكولا بالحليب. هنايا عندي جوج معالقات كبار من الكاكاو، ملعقه كبيره من الزبده، عندي هنايا ملعقه صغيره من هذا الفانيليا، وكنحتاجو هنايا واحد جوج باكيت من البسكوت. هنايا كما كيبان لكم غادي نطحن هذا البسكوت، هذا كما كتشوفوا، وفي واحد الصينيه غنضيف هذا البسكوت. من بعد كنبسطو على هذا الصينيه هذه على هذه الطريقه هذه، ضروري كنعمل هاد العمليه باش كيجي متساوي. كتقدروا البنات في بلاصه البسكوت كتديروا الجوز الهند او الكوك اللي كتحمصوه، وكيجي كطبقه اللي كتكون سفليه، صراحه كتجي كيجي حتى الكوك ملي كيتحمص كيجي واحد، كيعطي واحد اللذه اللي رائعه. سهله مهله في التحضير ديالها، ومكونات هي اللي بسيطه، وكتقدروا كتستعملوها، يعني ما كتستغرقش لكم الوقت كتير، وكتجينا لذيذه لذيذه بزاف. ميزنا الله بان لنا عقلا يتدبر، ويهيم بارجاء الدنيا. هنايا بالنسبه لطريقه التحضير ديال الكريمه، هنايا في واحد الكسرونه او طنجره كنضيف الحليب. كتقدروا البنات كما سبقت وذكرت لكم، يعني تقدروا ديروا غير 700 ملي من الحليب، وكنضيف عليه واحد الملعقه صغيره من الفانيليا. من بعد كنضيف السكر، كنضيف الدقيق بالتدريج، ضروري الدقيق كتنخلوه مع هذا الكاكاو باش ما كتبقاش لكم دوك الحبيبات اللي كتكون صغيره. من بعد غادي ندمجوا على هذا الشكل هذا، كنبقى مستمره بالتحريك المستمر حتى كنحصلوا على واحد الكريمه اللي كتكون كتقبط راسها عاقده. ودائما الاخوات التحريك المستمر باش ما كتلتصقش لينا هاد الكريمه في القاع ديال الطنجره. ميزنا الله بان لنا عقلا يتدبر،
من بعد كما كيبان لكم كنحصل على هاد الكريمه على هاد الشكل هذا. كنضيف هذا هذا الزبده عفوا مع ملعقه تاع الزبده، كنخليها حتى كتذوب مع هاد الكريمه هذه. ومن بعد كاخر مرحله كنطفي النار وكنضيف الشوكولاته، كنحرك بهذا الشكل هذا حتى كيذوب ليا الشوكولات وكيندمج ليا هذا الخليط. مباشره كنقبض هذه الكريمه، كنخويها على هذا الخليط ديال البسكوت على هذه الطريقه هذه، يعني طريقه سهله وواضحه. كنخلي هاد الكريمه هذه حتى كتماسك. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم. من بعد ما كتماسك ليا هاد الطبقه هنايا طربت خفقت هاد الكريمه هذه، يعني الطريقه راها سهله ومعروفه. دائما كتكون الكريمه بارده، طربتها حتى حصلت لي على هاد الشكل هذا. كنبسطها من فوق هاد الطبقه ديال الشوكولا، صافي. من بعد ما بسطت على هذه الطريقه يعني كنقطع، من بعد غادي نقطعها على هذا الشكل هذا. كتقدروا الاخوات كتقطعوها غير الحجم اللي بغيتو، يعني هنايا درتهم انا شويه كبار، كتقدروا كتعملوا غير النصف ديالهم كيجيو هكذا صغار. كيبقى الحجم على القياس اللي بغيتم نتوما. ودائما الطبقه ديال الشوكولا كتخليوها حتى كتماسك مزيان، كديروها في الثلاجه حتى كتكون واحد الطبقه اللي متماسكه. هنايا كما كتشوفوا قسمتها على نصفين، كتقدروا كترجعوا كتعملوهم نتوما غير صغيورين، يعني هاد المستطيل انا اللي خليته هكا تقدروا كتقسموه على جوج. صافي هنايا كما كتشوفوا بديت هنايا كلف بها على هذا الشكل هذا، يعني راه الطريقه سهله. ودائما كديروا هاد لاسباتول باش كتساعدكم. صافي هنايا انا كلف ونفس الوقت كنعمل هاد البسكوت من الفوق، كنغبرها بهاد البسكوت. غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل هاد القطع اللي عندي. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا. وهذا هو الشكل النهائي قدمت على هذه الطريقه هذه. يعني كتقدروا البنات من الاول كتقسموها على هذا الشكل هذا، يعني من الاول كديروها صغيره، الحجم ديالها صغير، قطعتها على هذا الشكل، يعني راه كتجي رائعه. وزينتها من الفوق بالبيستاك، او كتعملوا كتديروا ليها هذا اللوز اللي كيكون محمص ومهرمش، وعملت هذيك اللوز من الفوق كتجي اكثر من رائعه، لذيذه بزاف. المكونات كما كتشوفوا اللي هذا بسيطه بزاف، انا حرصت كنقدم لكم يعني وصفات اللي كتكون في المتناول، ونفس الوقت كتجينا راقيه لا في المنظر ديالها، وحتى في هذا في المذاق ديالها كتجي لذيذه بزاف، وما كتستغرقش لنا الوقت بزاف. غير جربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم، وغادي تفرحوا بها، تفرحوا بها العائلات ديالكم والوليدات ديالكم. وكنتمنى البنات الى عجبكم الفيديو ديال اليوم خليوا لي البنات اللايكات 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 ديالكم، خليوا لي التشجيعات ديالكم، خليوا لي التعاليق ديالكم، لانها كتعطيني واحد الطاقه ايجابيه، ودائما كتخليني كننزل لكم وصفات اللي كتكون راقيه وفي المتناول. ونفس
نفس الوقت كتكون واحد الوصفات اللي سهله ماهله وجديده. وبسلامه عليكم، خليتكم في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله.